قعدش معايا كتير، لدرجة إن أنا وديته لوالدته وهي متجوزة. ساعتها قالت له امشي مع أبوك ونجيت تاني هنا أنا هحرقك. دحش العظم فكر وعن عناية لغاية الآن، يعني أنا حافظ الهدوم اللي هو مشي بيها. إن شاء الله مش هسيبه لحظة بإذن الله، فهو هعوضه عن أي لحظة هو قضاها حلوة وحشة هعوضه. كنت بفكر يا ترى متمرمط في الشوارع، يا ترى حد ضربك. احنا فقدنا الامل، بقول لك فقدنا الامل خالص، قاعدين له 8 سنين. اللي ابوه ولا امه دايرين بيه ربنا يلهمهم الصبر ويجيبوه. وربنا يكرمكم. الأولاد اللي طلعوا معانا في جمعية أولادي وعرضنا حالتهم وقلنا إن هما ضايعين وقلنا إن هما تايهين وقلنا إن إحنا محتاجين أهاليهم يرجعوا بأسرع وقت، استجاب 2 من الأهل. النهاردة بنسلم عبد الله لبابا، إحساس فظيع، إحساس جميل. تعرفين يعني إيه ولد ضايع من أهله سنين طويلة جدا، وانت النهاردة تبقى سبب ان هما يرجعوا له. هنحضر لحظة تسليم عبد الله لبابا وهيرجع المنيا بسلامة، وده يشجعني اكتر ان احنا ان شاء الله باذن الله لن نكل ولن نمل، هنعدي على جمعيات اكتر وعلى ملاجئ اكتر ونصور مع ولاد اكتر، لعل وعسى نلاقي اهاليهم اللي ربنا اراد ان هو يفرق بينهم فتره. بس انا مبسوطه قوي 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 لاني متخيله ان انا اللي جايه استلم ابني. تخيلوا ولد او بنت ضايعين منك وفجاه بتلاقي ضناك وانت بتتفرج على التلفزيون، اكيد حاجه جميله قوي وشعور لطيف جدا. بعد 8 سنين عمر يلتقوا مره اخرى، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان نرجع ومن اولى حلقات البرنامج نعمل هذا الخير العظيم، وربنا يجعلنا سبب في ان احنا نرجع ولد لابوه. ضعف المنيا من 8 سنين وتيجي مذيع او يجي برنامج يعمل حلقه بالصدفه الشديده بجمعيه فيلاقي الولد فيعمل معاه انترفيو، يكون الاب بيتفرج على التلفزيون في الوقت اللي لسه البرنامج مش معروف ان هو بيتشاف قوي ويلاقي ابنه. مفيش مستحيل، وكل حاجة في الدنيا بمعاد، هتسرعها هتوطئها هتبقى عايز تعمل تسوي كل حاجة في الدنيا بمعاد. يلا نحضر هذا اللقاء الجميل، رجوع عبد الله لأبوه بعد 8 سنين. قادر على كل شيء. اهلا وسهلا، الف مبروك يا حاج. انت ابو عبد الله صح؟ طب يلا بينا، هتدخلوا تدوا البيانات جوه. عبد الله عارف ان انتوا جايين النهارده؟ كل يوم عايزك بسرعة كده واحنا ماشيين احكي لي في المنيا من 8 سنين يوم ما ضاع، ضاع ازاي؟ يعني انا كنت بطلع الشغل وهو طلع ورايا. طلع وراك ايه يعني بيحصلك؟ على اساس ان هو طلع بره الشارع، فطبعا كان بيمشي على طول، يعني كان بيتوه على طول. بيتوه ولا هارب بصراحة؟ لا بيتوه، لأن والدته مطلقة وأنا شفته كان سنه حوالي 3 سنين، يعني قاعد معاك. وكان عايش معاك ولا مع أمه؟
لا كان عايش معايا، كان الاول كان مع امه. بعد كده اتجوزت فاستلمت انا. فهو طبعا ما استلمت وضيعت. لا هو ما يعرفنيش لانه مولف على كده. بقول لك هو ماشي، هو اللي ماشي يمشي دايما. ايوه، وكنت كان في ناس بتجيبه لي يعني. في محاضر برضه قبل كده، يعني كان بيهرب منكم يعني. عايز امه ولا ايه؟ طبعا كان لما كان عايز امه مولف على امه، لان هو عاش معاه 3 سنين. طب قولي، طب هتعمل ايه دلوقتي؟ ما ممكن يمشي برضه ولا ايه؟ لا مش هيمشي، احنا متاكدين من الكلام ده. ولا هسيبه يمشي تاني ولا هسيبه. هو ايه اللي كان بيخليه؟ انت كنت متجوز في الاول؟ لا ما كنتش متجوز. ساعة ما كان معايا خدت من والدته ما كنتش متجوز. امال كان مين بيخلي باله منه؟ والدته وعمته. كانوا بيعاملوه كويس؟ ايه اللي كان بيخليه يمشي بقى؟ هو لما كان مولف على امه فراح مكان غير المكان. بيروح يدور على امه؟ طبعا. ما هو كان كل ما يمشي يقول انا هو مفكر في دماغه امه قايله له ان انا مسافره مصر اتجوزها. انت هترجعه لامه دلوقتي؟ لا، امه هي ده، امه مطلقه متجوزه. يعني مش فين في المنطقه كمان؟ ما سالتش عليه يعني؟ لا تسال. سالتش عليه؟ يعني انت من ساعه ما هي اتجوزت وانت خدت الواد ما بتسالش هي عليها؟ هو ما تعرفش انه كان ضايع ولا مش ضايع؟ لا والله. ما تعرفش حتى انه كان تايه؟ لا ما تعرفش. ولا سألت عليه. غريبة قوي دي. في أمهات كده يعني، وربنا يكفينا شرهم. احنا عايزين نتأكد ان عبد الله مش هيمشي المرة دي. بإذن الله. الحمد لله. بصراحة شديدة، حسيت ان انتوا غربة على بعض 8 سنين عمر بقى. عندنا تأكيد، والطيبة بتاعتنا إن إحنا هيرجع لنا لو عايش. عبد الله هيرجع. رجع الحمد لله. أنا بتكلم بقى على الإحساس إن بعد 8 سنين الواحد برضو العشرة ماشي رجع جسد. أنا بتكلم على العشرة برضو بتعمل إيه، ألفة كده. 8 سنين غياب ما عملوش جفا شوية؟ لا إحنا سعيد عبد كان عنده هو. طبعا احنا لمؤاخذة هو حاسس ان انتوا غرب ولا تمام؟ هو عايز يعني انا عن نفسي في نفس اليوم اللي عرفت فيه وكلمتكم كنت عايز اجي اخده. قولي بقى، تتفرج انت على التلفزيون كده؟ اصل البرنامج كان بيتذاع في وقت لسه مش معروف. لا انا متابعك يعني. طبيعي. من ساعة ما رجعت اسكندرية في اول حلقة كمان. متخافيش يعني. لا مش خايف. انا تمام، انا مع الصعايدة تمام. قولي طيب، وانت قاعد بقى عليك برضه يوم الحلقة بتاعت الطفل اللي هو أبوه محرقه ده، المفروض ياخد عداه. اللي متعذب ده. طب بقول لك ايه، وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون كده احكي لي، ولقيت عبد الله عرفته على طول ولا فكرت شوية لأنه شكله اتغير؟ لا أنا ما بفكرش، لأن هو ماشي بنفس التيشيرت اللي متصور بيه. ازاي؟ في نفس اليوم اتلاقى. زي من 8 سنين. انت قصدك في الصورة يعني؟ الصورة الصغيرة. يعني الصورة الصغيرة دي نفعت؟ اللي هي أكدت لك أكتر. لو الصورة الصغيرة دي، لو الكبيرة شفنا برضو شكل أبوه الدم بيحن. لو الصورة الصغيرة دي ما كانتش اتذاعت، الدم بيحن. تقعد تفكر شوية، بالذات دمهم بيحن. وانت عشرت ناس من الصعيد ومن مركز ده. انا الصعيد دول حبايبي. انا بس بقول لك يعني، شفت انت عبد الله بالتيشيرت كده؟ عبد الله غنيت على ابوه في الوقت، قلت له تعالى، وبعد كده ابتديت انا اتكلمكم محدش رد عليا، رحت بعت لكم. فرحت طبعا. يا عندنا عماته ولا مؤاخذه، ما تعرفيش، مش احنا بس اللي فرحنا يعني. وانت قاعد على التلفزيون كده قمت فطيت رحت، ما كانش معايا رصيد كمان، رحت شحنت رصيد على اساس اكلمكم. فضلت ارن عليكم على الرقم محدش رد، رحت بعت لكم رساله، انا جد فلان الفلاني، راح ترن عليا. ماشي، احنا عندنا نجوم ما بيردوش على التليفون، ما اعرفش ليه. بعدين بقى نشوف عبد الله. اولا لازم نشكر جمعيه اولادي، لان لولا انهم بيهتموا ان اول ما الطفل يجي يتصور ويفضل الصوره موجوده طول السنين دي، 8 سنين هو اتعرف، لان انا لك نفس التيشيرت والبنطلون اللي طلع بيهم. يعني المكان ده مهمل، مش هيصور الولد اول ما يجي ويحتفظ بالصوره طول السنين دي. يعني في الاخر بيبقى الهدف برضو ان الولاد ترجع لاهليها. انا بشكر هذه الجمعيه اللي انا معجبه بيها جدا. فين هو طيب عبد الله؟ عبد الله ايه ده انت نسخه من ابوك؟ ايه اللي ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟
زي خليني اقعد جنب عبد الله. ايه عبد الله الاخبار؟ ده انت شبه باباك بالظبط، ده مش محتاجين صوره صغيره ولا اي حاجه، انت حته وقعت منه كده بس، ناقص الشنب والدقن. لو ركبنا لك شنب ودقن هتبقى بالظبط باباك. الحاج محمد دلوقتي بتاع الحاج عبد الله. قولي بقى يا عبد الله بصراحة كده، فاكرهم ولا مش فاكرهم؟ لا لا فاكرهم. حتى اخواتك بيقولوا لي بقى ان انت كنت شقي وان حضرتك اللي كنت بتمشي تهرب تروح تدور على مامتك. انا اصلا وانا صغير ما كنتش فاكر حاجة، اصلا كنت بحب مامتي قوي. كنت بتحب مامتك قوي؟ ما كل الناس بتحب مامتها قوي، وانت مش طبيعي يعني، كل الناس بتحب مامتها قوي. فانت كنت بتهرب عشان تروح تدور على ماما يعني؟ ما معرفش اي مكان وانا صغيرة. بس احنا المرة دي خلاص مش هنروح ندور على حد صح؟ مش هنقعد نلف وراك بالكاميرات بقى نرجعك صح؟ هنقعد مع بابا. لما شفتهم بصراحة حسيت بغربة، يعني حسيت انك مش عارفهم. هم عملوا لي اختبار، واحد اسمه استاذ فادي جاب لي 3 بطاقات شرطة على باباي. قال لي تعرف اي واحد منهم؟ لا انا عارفه انك بتحبه، عارفه انك تعرفه، انا بسالك سؤال محرج اكتر. انت حاسس انك بصراحه يعني تكسبش باباك؟ انت بقالك 8 سنين يعني، انت حاسس انه باباك حبه يعني ولا ما تعرفوش فات وقت طويل؟ لا لا انا خدت شبه يعني كل السنين دي ممكن ما افتكرهوش، بس يعني دلوقتي تمام. عايز ترجع معايا ليه بقى؟ عايز ترجع معايا بابا يا مامتي؟ هما يعني ما ياخدوني هيعلموني احسن تعليم ممكن. مصلحه يعني؟ راجع مصلحه ولا ايه؟ لا انا بس عايزه اقول لك طبعا بيتك وعيلتك اولى بيك وبتاع، لكن مش هتطلع تدور على مامتك تاني بقى. حتى مامتك مش موجوده خلاص، هي حرة في حياتها. باباك وجدك عندك أولى بالدنيا صح؟ طب أنا عايزاك تدي رسالة صغيرة كده لكل واحد سايب بيته أو هربان أو سايب أهله، إن عايزاك بس تفهمهم إنها حاجة مش كويسة. يعني متهيألي إن أنت لو كنت تربيت طول السنين دي في بيتك كان أحسن. الهرب ما عملش حاجة غير إن هو بهدلك يعني صح؟ زي ما تقول للولاد الصغيرين اللي بيتفرجوا علينا، اللي في كتير قوي هربانين منهم في الشارع، واللي في كتير قوي هربانين وقاعدين في ملاجئ، واللي هربانين قوي وبيشتغلوا مش عارفه فين، تقول لهم ايه؟ بس كل ان شاء الله بس كل واحد يلاقي عيلته ويعيش معاهم احسن عيشه. يعني الهرب ده حاجه وحشه صح؟ طبعا. رجع انت النهارده؟ ان شاء الله. ومش فاكر اخواتك ها؟ يعني انا عارف اساميهم بس مش فاكر يعني سمعتهم كده. طيب مبروك. وانا ما كنتش متخيله ان انا وانا جايه اعمل معاك الانترفيو كده ان احنا هنيجي فعلا ونقعد مع باباك وبتاع. ربنا برضو جميل. ورقه ايه دي؟ قرار النيابه دوخك؟ بس انا برضو بشكر النائب العام والناس اللي وقفت معانا، والمدير مدير النيابه وقف معانا، والاستيفاء بالذات بتاعت جسم السيده بنيابه زينب. الاستيفاء بالذات يعني كلهم اشكرهم اشكرهم. ايه الاستيفاء دي؟ مش عارفه. وانا الشرطه ماشي. الاستاذ عبد الله ومحمد سطيحه والاستاذ مصطفى، كل استيفه الساده دي بيدلوك على تعمل ايه؟ وقفوا معانا ودخلوا الوكاله النيابه، والناس دي تعبت وشجت وادي لهم شهرين بيرمحوا، وبشكرهم جدا جدا. ماشي. إن انا كمان بدول بقى اللي بشكرهم بجد، بشكرهم ان هم صوروه اول ما جه وخلوا الصوره عندهم 8 سنين وكانوا حريصين على ان زينت حسناته. استاذ اشرف. طبعا اشرف البطل. هو عرف كل عن الطفل صعيدي. انا صعيدي، كلنا صعيدي.
واللي مالوش صعيدي مالوش حد تاني. شفتوا بقى؟ مالكوش حد انتوا بس. هو فاهم برضه الاستاذ زيزو برضه. بتعيط ليه؟ من الفرحة. أنا أفرح أعيط، أزعل أعيط. سيبيني أقعد هنا ثانية بس. الحنية بيشتروها؟ من وحشك؟ طبعًا. أنا ما بغيبش عندي. إن كل يوم فيه، لأن إحنا فقدنا الأمل بعد كده. كتر ما دورنا عليه فقدنا الأمل. فقدنا الأمل إن هو يعني ممكن يروح زي إحنا عارفين مصر، لأن إحنا صناعية وبنيجي هنا وبنروح هنا. فعارفين القاهرة. شكلها ازاي؟ ده في عيال بالصف والحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله ان ربنا كرمه وقع في ايد ست كويسه سلمت له الاسم في نفس اليوم يعني ما صحش في الشوارع. ممكن يبقى من اطفال الشوارع صح؟ اديك انت بتشوفه بتسجل مع اطفال الشوارع بتشوفها ازاي؟ حرام ولا حلال؟ في عيال بتشردها كتير بسبب والديها برضه. يعني احنا لسه امبارح كنا في نائب الزينهم واحد ابوه اتحبس عشان حرامي بيحسبها في السيد الزينهم ومعاه بيت وقت راح يسلموهم للجسم وما رضيش يستلم غير الوقت والوقت طلع النيابة امبارح كان في النيابة فده حرام يعني حرام كل واحد معاه ابن يخلي باله منه الغلط اللي هيعمله يفكر في اولاده مش يفكر في حد تاني الغلط شوية هنا كان من الام يعني ده غصب عنه ده لان امه فهماه ان هو راح القاهره بتتجوز في القاهره فمتعلق بالكلمه دي كل عايز يروح القاهره عايز يروح لها فطبعا ايه انه بقى عايز يروح لها متربي معاها 3 سنين مولود معاها ابنها طب ما في بعد عنك ست ما انا بشوف حاجات غريبه انا اديك شايف انت ولاد الشوارع قد ايه كل حاجه بوقت حاجه وكل حاجه بميعاد ايه ذنب الاطفال اللي هنا ايه ذنبهم في غلطات ابهاتهم او امهاتهم؟ كتير قوي ايه ذنبهم يعني؟ نقول عليهم ليه لقطاء؟ يعتبر اشرف عيال وانضف عيال مالهمش ذنب في اي حاجه ذنب يعني انا غلطت ايه ذنب لابني؟ مش كلهم لقطاء على فكره يعني مثلا ناس ضايعين كتير زي عبد الله يعني ده كان مطلوق عليه في الجسم انه لقيط المحضر بتاعه بيقول كده احنا لو وعينا الولاد الصغيرين يعني ايه لقيط وازاي مستقبله بيبقى المفروض تتغير الكلمة دي كلمة لقيط دي تتغير صح سيدة وزير التضامن الاجتماعي سيدة غادة ويلي ليكي حاجات لطيفة كتير قوي بتعمليها عايزين ناخد تصريح منك ان ندخل الملاجئ والجمعيات نصور بطلاقة الولاد ونعرضهم على التلفزيون بدل الاعلانات اللي ب 800 جنيه وب 1000 جنيه اللي في الجورنان اللي محدش هيقدر عليها عايزين نرجع الولاد لاهاليهم الجمعيات والملاجئ بتمنع دخولنا ما تزعليش اكيد عشان عندهم غلطات بس احنا مش رايحين ندور على غلطات احنا عارفين الغلطات احنا رايحين ندور على اولاد يرجعوا لاهاليهم هنقدم لحضرتك طلب وارجو الاستجابه الفوريه عشان اللي حصل النهارده ده كان جميل قوي ولو عملنا زيه كتير ربنا يجعله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتنا وهيبقى عمل عظيم جدا جدا ان انت زي ما بتقول تحول الكلمة المقرفة جدا من لقيط الولد يعيش مع أهله ويتعلم ويكبر وعنده عيلة عيلة ومستقبل واسم وكل حاجة عبد الله رجع لأبوه بعد 8 سنين
الكبيرة، وشفناه في التلفزيون في صبايا الخير، شفنا صورته وهو صغير، وأول ما الجنيه عرضت الصورة الأول وبعد كده عرضته هو، فعرفناه فباباه خد بعضه ومشى راح لكم. فالحمد لله يعني الواحد فرح فرحة كبيرة من 10 سنين وهو مشي من هنا، والحمد لله. ونشكركم على الخدمة اللي انتوا قمتوا بيها معانا، مبسوطة قوي كأن حتة رجعت من تاني لينا. أي واحد يبقى عنده ابن زي كده ويدع منه وما يفرط فيه وما يسألش فيه، فيبقى ما يستاهلش ان هو يبقى عنده، ما يستاهلش ان ربنا يديله اي حاجه. عندنا راجل في العيله، الراجل بيعمل عيله، وده راجل يعني عيله، الراجل عيله وده راجل، بكره وبعد يعمل عيله ان شاء الله، ربنا يديله طول العمر ويقف في ظهر ابوه ويعمل عيله. فالفرحه اللي احنا كنا فيها ما توصفش. انا جدته ام ابوه، واحساسي بيه ان الدنيا كلها رجعت لي، عرفني عشان هو كان معايا، عشان هو كان عايش معايا انا عرفته. انا جد سيد ابو، انا كنت في سفر وكنت دايما عايز اتصل بيه بالتليفون، فجيت من السفر ما جبت مش فاضي غير اما قال محمد مشى، مشى ازاي ما نعرفش. النهارده يجي ابني لما كان تلت عيال بقى 4 عيال، الحمد لله رب العالمين، احمد الله واشكر فضله. من اسعد حاجه ليا في الدنيا النهارده مش حفيدي، لا بيجي ابن الرابع، واحمد الله واشكر فضله على النعمه اللي مدانا رب، الحمد لله رب العالمين ونورتنا وكل حاجه نورتنا. هو ده نور عنايه طبيعي يعني، ده نور عنايه الوحيد اللي كان غايب عني رجع لي. فاحمد الله واشكر فضله على النعمه اللي بعتها له ربنا، الحمد لله كملنا عليها الفرح. انا ما حد الفرح من ساعاني يعني، الناس بتفرح اللي هو يوم عرفه، ده هو اكتر من يوم عرفه. فاحمد الله واشكر فضله ان هو رجع لي، ونشكر البرنامج واهل البرنامج واللي عاملين على البرنامج وكل اللي في البرنامج كله، اللي هم وصلونا النور اللي هو زاد على عينينا اكتر. نشكر الجميع واللي قام على الجمعيه ان شاء الله واللي في الجمعيه كلهم، وجزاهم الله خير. الحلقه بعد ما اتذاعت اكتشفنا ان عبد الله وجد عبد الله تلاقي له اهل وتلاقي له ناس وعيله وحسب ونسب، كان موجود في دار ايتام بيتعامل كيتيم بقاله 9 سنين، 9 سنين بعيد عن اهله وبعيد عن ناسه. طبعا النهارده يوم غير عادي، يوم كله بهجه الحمد لله ان عبد الله رجع لاهله. ونشكر قناه النهار ان هي سجلت وذاعت الاطفال، والحمد لله كلهم رجعوا لاهلي.